الحال انا دائما كنفرح ملي كنتلاقى بجمهوري في اي مدينه في المغرب وفي الدول العربيه ودول العالم سورتو الجاليه المغربيه اللي كتكون في الخارج. وملي كنتلاقى بجمهوري داخل المغرب كنكون فرحانه بزاف. واليوم تلاقيت بالناس ديال الشرق وعزازين عليا بزاف ودائما كنتمنى انني نجي نزورهم وفوق ما كتاح لي الفرصه كنجي. اليوم اجيت ان شاء الله باش نحيي واحد الحفل اللي هو ديفيلي واكيد معرض، فكنشكرهم على الدعوه واكيد كنوجه تحيه كبيره كبيره للجمهور ديالي. وداك الشيء صراحه ديال كيبقى اداره الاعمال، انا ما كندخلش فيه، انا اللي كنعرف هو انني كنلمس داك الحب في الجمهور، كنتصور مع الناس ديال انا كنعيش حياتي الفنيه، الاداره كتبقى لاداره الاعمال، الحب اللي ديال الناس هو اللي كيعطيني داك البوزيتيف انرجي، هو اللي كيخليني نفرح ونكمل ونزيد نتلاقى مع الناس في مكان. ميرسي. نهار اخواني تذي النسخه الثالثه لمعرض الشرق للموضه التسوق، اجن المبادره ديجن الثقافه الجديد بدات تنتشر ديال المغرب وكذلك بدات تنتشر ديال المنطقه الشرقيه وذي عرفنا ديجن الفرصه ديجن المناسبه اجن مجموعه من المصممين المصممات الازياء وكذلك مجموعه ني وذلك خدمه ديال المجال المواد التجميل الجان الطبيعيه ذي الشوكولا ذي الاكسسوار ذي المجوهرات باش عرضنا المنتوج نسن باش تبان من الجان الجديد باش يعني كسب الزبائن كثر. نشين وخرخيل لانه اندعم مركيه المبادره تبدا لانه ديج المبادره انتش زي سنت تفوز الى الشباب الشابه تناقتين ما تبدا قلتي صوره في غزه ديال المجالات نسن. والاكيد انه نهار هذا نتائج مجموعه من المصممين المصممات متميزين سيتي مسن ان شاء الله صوره في زيران غزه. غادي ديزويل اللي هي جنة الزيوت اللي موجود المقر ديالها بالرباط وعندها فروع كثيرة في المغرب، فاس وطنجة تطوان وجدة مراكش والدار البيضاء. المنتوج ديالنا اللي هو مواد تجميلية مواد ديال بنادنا برودوي دو تيغواغ اللي كنصنعوهم في المحل ديالنا في لابوغاتواغ ديالنا، جينا باش نشاركوا يعني في هذا الفونت بريفي السعيدية باش نعرفوا المنتوج ديالنا أكثر. هذه المعرض ذي السعيدية ذي أوتيل بي لايف جيث جنت أورينتال فاشن اند شيب وخص غاداهم ينيغ تبارك الله خاهم أنا دور سيتي كون هاكينا خص غاداهم قدمه أوبتيك سويلة العبوسي تم دوكتينو وقبل ما تيري تم دوكتينو سالين تايتو غصاغ لي لونتي غاصن اتصن اتصن اشكال و غاصن نواضا سبحان الطاس اخر موديل وقيلا نهني تا وين ما مش تواري غنش صدغ دي مريتش و تواري غبو موديل السني دي الجديد تاسن وقيلا ذاني تي تاسن دغيان موديلات كتازي مريتش سيتو غاس تاسن حوايج تعجبنا هي الطاس يوذان و يوذان دي مزداقان يوذان سبحان عجبنا هي الطاس قدمناي مليح ينش يوذان ستيليست تبارك الله عليهم زعما كينيش نخدمت الصباح امشنا عاودي الصباح مني كين امشنا تسيع الطاس وترونكيل ولا مزيان الحمد لله يعذو مليح ان شاء الله يقيم من غيومين ان شاء الله.
رياضه ازياء غيداء شارك غدي النسخه الثالثه بوت بريفي تو غادي شارك غدي النسخه الثانيه ان غادي النظر دي ميركور اماراتوس دي السعوديه نوزن نعرض المنتوجات النق نشوف شي ويغدا اماره كوليكسيون جديد قفطان العروس بوي الجلالب العيد ليس مرة تقليديين بلديين خدمة المعلم وخدمة اليد 100%.